أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو منكم نصيحة لحفاظ القرآن. أن يستمروا في حفظ القرآن ولا يغالوا فيه، لتكون قراءتهم متوسطة معتدلة ليس فيها مغالاة وتنطع، وأن يخلصوا النية لله عز وجل في حفظ القرآن، لا يحفظونه رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا. نعم، وأن يعملوا بالقرآن، يعملوا بواجباته ويتجنبوا محرماته ويهتدوا بهديه. نعم.